أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد لتوفير كافة أنواع السلع إضافة إلى المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40%، كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات غذائية بتخفيضات تصل إلى 50%. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. أطلقت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية مرحلة جديدة من مراحل مبادرة كلنا واحد، وهي المرحلة 24، والتي تتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. وتهدف الوزارة من هذه المرحلة إلى الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية إضافة إلى المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%، تخفيفا عن كاهل المواطنين، ومن منطلق تفعيل الدور الاجتماعي في المنظومة الأمنية. نشكر السيد رئيس الجمهورية، بنشكر وزارة الداخلية على الدعم اللي عاملاه ومقدماه للجمهور بمناسبة موسم العودة للمدارس، وذلك للتسهيل على المواطنين بتوفير البضاعة بأسعار مخفضة، سواء البضائع المدرسية أو الملابس المدرسية، حتى البضائع الاستراتيجية كمان متوفرة وبأسعار مناسبة وبأسعار مخفضة وبكميات وفيرة. كل حاجة في مبادرة كلنا واحد متوفرة الحمد لله بأسعار وجودة عالية. نشكر السيد الرئيس بشكل جزير جدا على وقفته معانا وعلى المبادرة اللي عملها لنا، ومتشكرين جدا لحضرتك وربنا يخليك لنا يا رئيس. أنا جنب التملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا. اكتشفت هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية وكبار الموردين وأصحاب المصانع والمكتبات الكبرى. كل هذه الكيانات توفر منتجاتها عبر 1513 منفذا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 6 معارض رئيسية و37 معرضا فرعيا، تهدف إلى تحقيق الوفرة في المعروض بالأسعار المخفضة وتيسيرا على المواطنين في الوصول إليها. أتاحت الوزارة أسماء وعناوين الكيانات المشاركة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كان لنا كل الفخر والشرف أن احنا نبقى داعمين ومساهمين بمنتجاتنا في المبادرة اللي وصلت التخفيضات فيها لأكثر من 40%، واللي أدت بصورة كبيرة جدا وبشكل ملحوظ في منافسة المنتجات الأخرى. دي رابع سنة ليا مع وزارة الداخلية وفي مبادرة كلنا واحد، إن أنا بشارك فيها طبعا في إقبال كثيف طبعا المواطنين، لأن زي ما أنت حضرتك عارف المواطن طبعا بيحب الجودة حلوة، وإحنا الجودات اللي نازلة هنا من الكشاكيل والشنط والكراريس جودة عالية جدا وصناعة مصرية وبتخفيض 40%. مبادرة كلنا واحد دي بصراحة احنا بنستناها من سيادة الرئيس، لما بتبقى موجودة احنا بننزل بنشوف السلع اللي احنا محتاجينها، والسلع الاستراتيجية بصراحة بتبقى سعرها اقل من بره بكتير جدا. سيادة الرئيس بصراحة اللي بيعمله معانا في المبادرات دي يعني احنا بيوفر علينا مصاريف كتير جدا. فاجئت، الاسعار جميلة جدا، الخامات حلوة، المنتجات حلوة. شكرا وربنا يخليك لينا يا ريس، وربنا يجعله عام موفق لينا جميعا ان شاء الله. لما بخش الاماكن اللي بتبقى موجود فيها المبادرة بتاع كلنا واحد بلاقي فيه توفير اكتر في الاسعار وفي الكميات عن الفروع اللي بره. احنا مصر ومصر احنا في كل صار، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. منذ اللحظة الأولى لانطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد في 7 من الشهر الجاري، والإقبال كبير من قبل المواطنين على شراء كافة احتياجاتهم بخاصة من المستلزمات المدرسية، مستفيدين من فارق الأسعار التي أتاحتها المبادرة لهم في هذا التوقيت. لقينا أسعار الأدوات المدرسية كويسة، أحسن من بره بكتير وأرخص. بنقول للرئيس شكرا على المبادرة اللي حضرتك عملها لنا وبتساعدنا. الأسعار أحسن من بره بكتير وفرقت معايا كتير طبعا، ووفرت معايا في جيبي. لما نيجي نلاقي إن هي تخفيضات 30 و40% عن الأسواق بره، فطبعا ده عامل فرق كبير وعامل مساعدة وعون لينا. أحب أقول لسيادة الرئيس أشكرك على المبادرات والإنجازات اللي بتحاول تعملها لنا. أحب أشكر طبعا الرئيس على المبادرة دي، إن هي مفيدة ليا والناس كتير وجاية في وقتها المناسب. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. ومع انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد، تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما تقوم المنظومة بطرح عبوات تحتوي على سلع غذائية أساسية لبيعها للمواطنين
بنسبة تخفيض 50%. فينا منفذ أمان على طول، احنا بنيجي نتسوق من عندهم هنا، الأسعار بتاعتهم مخفضة وكويسة، ولقينا منزلين عرض مبادرة السيد الرئيس السيسي. كرتونة النهاردة والله محتوياتها كويسة، بتفرق معنا في الأسعار، في كميات كويسة وأسعار كويسة، فبتفرق معنا في ظروف المعيشة. تستمر وزارة الداخلية عبر مبادرة كلنا واحد في كل مراحلها في دعم ومساندة الأسر المصرية لتخفيف الأعباء عنهم، بخاصة في المناسبات المختلفة كبداية العام الدراسي الجديد.